وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أبرز ما تم التطرق له في هذا الاجتماع الخليجي. تم استعراض التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري 13 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمم ودول مجلس التعاون، واللي كانت رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم انتقلوا أصحاب المعالي والسعادة لمناقشة موضوع العلاقات مع البرلمان الأوروبي واتخذوا به قرارات في مواصلة التنسيق والمتابعة وعقد اجتماعات على هامش اجتماع البرلمان الدولي إن شاء الله. أيضا تم التطرق إلى ثلاث موضوعات مهمة واختيار موضوع واحد منهم لعمل ندوات وبحوث بشأنه. وكانت المواضيع، أول موضوع كان التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في دول الخليج العربي، والموضوع الثاني كان أهمية البحث العلمي والابتكار ودوره في دعم المشاريع التنموية، والموضوع الثالث كان التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تم اختيار هذا الموضوع رقم ثلاثة اللي هو التشريعات الطارئة، وتكليف دورة الرئاسة لمملكة البحرين إن شاء الله مجلس النواب لعمل دراسة أو ندوة أو بحث في هذا الموضوع. أيضا انتقلوا بعد ذلك إلى مقترح تشكيل لجنة تعاون مع برلمان دول أمريكا اللاتينية، والاستفادة أيضا من تجارب هذه الدول في مجال الطاقة المتجددة.